the horses in the back. Horse stock is attached. السلام عليكم الدراري وتلكم في فيديو جديد الدراري قبل ما نبداو الفيديو متنساوش الاشتراك في القناه تفعيل الاشعارات باش يكون كل جديد ولايك يا اصدقاء كما تلاحظون اليوم هو حدث الدوا والكود لكي يصل لنا الكود وراه قلت 20 بطاقه لوكي رويال اصدقاء اوكي احمد اسف ما راح العب الحين اوكي اصدقائي اصدقائي انتظروا فيديو اما غدا او في ال بعد 7 ساعات فيديو خرافي شرح الجوال طبعا هذا هو خليكم لاخر فيديو لان راح افرجيكم شيء خرافي اصدقائي اوكي اصدقاء راح ادخل هون تدخل جمال حسابك هون كلمة سر حسابك فيسبوك بس ادخلهم وراح ارجع لك كم تلاحظون اصدقاء كذا نكون دخلنا لاستبدال الكود ونذهب الى الكود نجيبه اكس هذا هو الكود اصدقاء يلا اعمل سكرين شوت وروح للفري فاير وضع في هذه المنطقة كما تلاحظون تجي الدخول هكذا وتدخل الموقع تسجل الكود تحط هذا الموقع أصدقاء أول شيء من تأكيد وكما تلاحظون تهانينا لقد حصلت للتو على سيتم إرس للتو على سكيم توكن نعم سيف توكن سيف سيتم إرسال المكافأة خلال 30 دقيقة إلى حساب سوف ننتظر أصدقاء 30 دقيقة و سوف يصلنا كود وكذا نأخذ أصدقاء كذا تكون أخذ خلينا نشوف وصلني يا شباب بسرعة خرافية يعني مش ما كان 30 دقيقة وصلني أصدقائي وكذا راح تأخذ السيف الأول كما تلاحظون ها هو السيف خلينا أعمل له سكرين شوت شباب كما تلاحظون اخذنا السيف والحين راح نروح لفرسان العرب راح ناخذ ال 20 بطاقه توكن لا 20 بطاقه السبين جولد رويال اصدقائي كيف تلاحظوا دخلنا للموقع على جامع عليك اولا تجمع 1000 نقطه يلا ناخذ اصلا خلينا اصلا يلا اصدقائي جائزه الميل وراح ناخذ كم تلاحظون 20 بطاقه توكن أوي جاد أصدقائي صراحة شيء خرافي 20 بطاقة شيء خرافي وراح ناخد طبعا سكين بس ما بعرف كيف راح ياخدو اليوم مدروة الحدد ما بعرف أصدقائي كيف ياخدو أوكي وصلوني يلا خلينا نشوف طبعا أنا ما بدي الأكا ما راح تبيني عليه راح أقلل السكين الجاي إن شاء الله وراح احصل عليه 100% يلا اصدقائي لا راح تسبين عليه يا شباب يلا 10 يا بسم الله يا رب يطلع يا رب الكار عندي يا رب هذا الحظ اخي اسم الله يلا راح نسبين الدراري سبين 24 ساعة لا وراح يطلع الحين لا مش هو ايش عندي لا ما بعرف ليش يا شباب ما راح يطلع شيء مؤكد يا شباب ما راح يطلع خلاص يلا عشان سبين ولم يطلع بصراحة انا اقول لكم الشركة راح تكون عاملة شيء عشان ما نحصل عليه وانا ما بعرف يعني اعرف الكل راح ياخد 20 بطاقة وما راح تعمل انك تحصل عليه يلا يا شباب ضيعنا 20 بطاقة على الشيء فاضي ما حصلنا عليه ولا شيء اصدقائي عصبتك يلا حصلنا على سلاح مثل وجه كارينا خليني نجربه يا اصدقائي صراحة ما بعرف هذا بيجيني
الطاقة أحسن في الأكايل أحسن طاقة ده. وأتوقع كم تلاحظون راح نفرجيكم شيء خرافي. أنا عندي هاتف سامسونج، كم تلاحظون الهواوي عاملة شيء خرافي إنك تحصل على 20 دولار. أتوقع كم تلاحظون هون أنا عندي سامسونج وهذا الأب جاليري يدخل على الهواوي وما يتحمل على السامسونج. بس في الفيديو ان شاء الله من اول 7 ساعات راح ننزل لكم فيديو وراح يكون فيه اصدقاء كيف تحملوا في السامسونج. اصدقاء وتجمع نقاط وتربح 20 دولار. راح افرجيكم كيف تربحوا 20 دولار من اب جاليري على سامسونج. كما تلاحظون انا مصيب 2 جيمايلات، يعني 2 جيمايلات وجمع فيهم 10 دولار. 10 دولار حقاش كاينينش شي تطبيقات كما تلاحظون هون، تطبيقات فيهم اكثر من هذا في 2000 ميجا وهذا فيها 2000 كمان ميجا. كما تلاحظون عليك حملت بس 10 تطبيقات والجيمال الاخر كمان 10 تطبيقات ولما جي اخده يقول لي اوكي اصدقاء هذا الشي كامل راح نحكي عليه من هون 7 ساعات راح نحكي عليه ان شاء الله. يمكن الغد راح نشارككم فيديو عشان افرح اشرح لكم 2000 جوارة، يعني 2000 جوارة مجانا. يلا يا شباب اليوم نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واتمنى تكونوا فهمتوا الشرح. عارف كتير ما راح يكون فهم الشرح تبع فرسان السيف. اوكي اصدقائي يلا الكل يشترك في القناة تفعل الشعارات لكي يصل الفاضي. مع السلامة.